لم تنجح التفاهمات بين السعودية والحوثيين في وضع حد للخروقات على الحدود، ولم تجد الحرب في تعز ومأرب والجوف والبيضاء طريقها إلى التوقف. لا يزال التصعيد العسكري يسيد الموقف، وما تزال الميليشيا متمسكة بقاعدة فاوض وتقدم على الأرض. في التفاصيل، قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية وتم تدميره بدون أي أضرار. التحالف العربي أكد أن القوات بادرت في تدمير منصة إطلاق الصاروخ بعد أن تم تحديد موقعها، وأوضح في بيان أن إطلاق الصاروخ في هذا التوقيت تصعيد خطير من قبل الميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في وقت يسعى التحالف للتعاون مع المجتمع الدولي لإدامة حالة التهدئة وإنجاح مشاورات الكويت. دبلوماسيا، حاولت السعودية عبر تفاهمات سابقة إنجاز جزء من أهداف حربها، وسعت لإقفال الملف الحدودي ولو على حساب الإبقاء على النزاع الداخلي جرحا مفتوحا بانتظار أن تتمكن جولة الكويت من إقفاله، لكن الواضح أن محاولاتها ومساعيها تلك لم تنجز بعد. ليس ما حدث في الحدود إشارة على عدم التزام الميليشيا بوقف إطلاق النار وحسب، بل ما يحدث أيضا في تعز ومأرب والجوف والبيضاء واقع يعكس وهم التهدئة. وبالرغم من اللجان المحلية المشكلة إلا أن نتائج عملها لم تتضح بعد، وكأن ما قيل عن لجان مراقبة وقف إطلاق النار ضرب من العبث وظاهرة خيالية لا وجود لها على الأرض. الشاهد أن لجنة التهدئة في تعز لم تتمكن حتى الآن من فتح المنافذ أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في المدينة، فيما تعرضت بعض اللجان في مناطق الصراع للاعتداء والبعض لم تتاح لها إمكانية التحرك على الأرض نتيجة المواجهات. غير بعيد عن المسلك العسكري، تفصل الميليشيا شكل اجتماع الكويت وتبحث عن حلول تفضي لشرعنة انقلابها والإبقاء على قوتها العسكرية دون أي احترام للجهود الأممية. فواضح على الأرض وعلى الطاولة تعارض تقديرها للخيار السياسي حل للخروج من الأزمة، لتبدو معها محادثات السلام محفوفة بالعراقيل والمطبات.